فيديو للست اللي بقول حاجة عليها كده في البداية، ونشوف قالت ايه. واعتقد ناس كتير ممكن تكون تابعت على السوشيال ميديا، لكن للي ما تابعش خليه يبقى معانا في الحدث، ونرجع بقى نبدأ الحوار مع حضرتك. وان ما فيش حاجه، وان هو عمل اللي عمله دوت سواء بقى بسحر. انا كانت حالتي صعبه جدا، كنت بتعب كتير، كنت بنهار كتير، كنت على طول راقده على السرير، كنت على طول في المستشفيات ومش حدش عارف انا فيها ايه. تحاليل اشاعات كشف ما حدش كان عارف انا فيها ايه. لدرجه ان انا في مره من المرات رقدت 4 ايام، انا كان خلاص فتحوا لي قبري، يعني اللي هي خلاص دي بتموت، يعني زي حد بيجيله سكرات الموت. انا كنت بتنفض من مكاني وانا نايمه، كنت بقع من طولي، كنت بزرق، كان بيحصل لي حاجات. انا عمري في حياتي ما تعبت، يعني اللي هو التعب الفظيع ده، جبيني برد، مش عارف ايه، ظهري وجعني شو، خلاص الحاجات العاديه اللي هي زي اي بنت وزي اي ست وزي اي بني ادم يعني. طيب، ده هي بتوصف الحالة اللي حصلت لها في الوقت اللي هي ظنت ان هو عمل لها فيها السحر، لكن كانت بداية القصة كانت بتتكلم ان هو قامت من النوم لقيت نفسها مراته، تقول له طب انت بتعمل هنا ايه؟ يقول لها انا جوزك. طب فين اللي يثبت؟ يقول لها اصل احنا اتجوزنا عند مأذون. طب هات الورقة، اصل احنا اتجوزنا عرفي. بتقول ما فيش اي حاجة، بس انا لقيت نفسي مرة واحدة مراته وحامل منه وانا مش عارفة ايه اللي بيحصل. الحاجات دي موجودة؟ هل في حاجة اسمها فعلا يسحر لواحدة وتجوزها وتحمل منه وهي مسحورة كده مش حاسة بحاجة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا محتاجين نقرر مجموعة من الحقائق الشرعية نبني عليها بعض الأمور. أول حاجة، هل الجن موجود ولا مش موجود؟ موجود. الجن موجود، عندنا سورة في القرآن الكريم باسم إيه؟ سورة الجن. الجن، وعندنا آيات في القرآن الكريم في سور أخرى بتتحدث عن الجن وعن طبيعة العمل إيه بتاعه. صحيح. الشيء الثاني، هل السحر موجود ولا مش موجود؟ تمام، هل السحر نفسه السحر موجود ولا مش موجود؟ السحر موجود، بدليل أن الآية موجودة، يعلمون الناس السحر وما أنزل السحر. خلاص، يبقى دلوقتي في جن وفي إيه؟ سحر. وسحر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصيب بمسألة السحر ولا لم يصب؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتعمل له سحر في مشته مشطه، وفلان عملهم له واترموا في قلب بئر، ونزلت ايات الرقيه اللي هو المعوذتين. أيوة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ جاله إيه العلاج بيه؟ في موضوع السحر، سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتلاقي بعض المشايخ يقول لك لا خالص، والبعض يقول لك سيدنا النبي ثابتة. الاحاديث ثابته، بس يقول لك القران بينفي. خلينا بس نوصل للنقطه. هل في سحر؟ في سحر، في سحر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر في الاول وفي الاخر، يعني هو ليس بملك، وانما يعتريه ما يعتري البشر. حتى لما يجي اي انسان يقول والله ده انا حصل لي كده، ليه؟ ليك قدوه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي تزوج البكر، تزوج الثيب، مات له اولاده في حياته، عاش اولاده في حياته، رزق بالذكور، مات الذكور، كل ما تتخيله. او يعني غالبيه الحياه بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تدور على حياتك تلاقي شبه فيه. صحيح. خلاص، يبقى في جن، في ايه؟ في سحر. في سحر، القرآن الكريم اثبت دي. أيوة. واثبت دي. أيوة. طيب اليوم، هل الانسان اللي بيسحر او بيروح لساحر عشان يسحر، هل او الساحر عموما هو مسلم ولا مش مسلم؟ لا، خرج ده شرك. السحر شرك من الموبقات ايه؟ السبع. موبقات يعني ايه؟ بتوبق صاحبها، بتضيعه خالص، بتدمره. أيوة. بتعمل الكلام ده بحاله. والسحر لا يقوم الإنسان به، يعني الإنسان يتعاون مع الجن، لا يعاونه الجن إلا إذا أشرك بالله. فلما نيجي نتكلم في قصة إن إنسان والله ده معاه سعي بتاع جن مسلم، معاه عفريت أزرق، معاه مش عارف إيه، كله كلام إيه؟ بيضحك بيه على الناس، عشان تكون الصورة إيه؟ واضحة من الآخر. بيضحك بيه على الناس بمعنى إنه مش موجود، ولا بيضحك بيه على الناس إنه هو موجود بس مالوش علاقة بالدين؟ لا، بيقول له والله ده انا ايه؟ ده انا بيعاوني جن مسلم. ايوه. قاعد معايا بيقول لي وبفكله وبيعمل له وبروح وبيجي والكلام ده بحاله. سيدنا سليمان قال ايه؟ ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فتسلط الانسان على الرياح او الحاجات اللي بتحصل دي، القدرات الخارقه، الحاجات الخارقه ديت، وتسلطه على معظم الجن والقصه بحاله، ده حاجه خاصه بمين؟ سيدنا سليمان. الموضوع انتهى. طيب.